يوجد طفل اسمه محمد نزان خرج يوم امس يديه الاثنتين يعني تم طحنهم طحن حسب ما هو بيحكي الطفل. راح الدكتور قال له الدكتور انت ايديك يعني مكسرات كثير مش طبيعي، يعني الظروف صعبه جدا، الاكل الوجبات يعني يمنعها السجانين عن الاطفال داخل السجون، فقط يعني وجبه واحده لا تكفي لنصف شخص، لذلك الاوضاع صعبه جدا. هذا الاحتلال نازي، هذا الاحتلال فاشي، لا يفرق بين اطفال ونساء وشيوخ وكبار، احتلال يسعى ويريد الى هجير الشعب الفلسطيني، الى اباده الشعب الفلسطيني كما